لحقت شركتا رويال دوتش شيل وبريتش بتروليوم بأقرانهما في الإعلان عن أرباح تفوق التوقعات عبر مواصلة خفض أكبر للإنفاق لمواجهة تراجع أسعار النفط حاليا وذلك للعام الثالث. وارتفعت أسهم شيل بنحو 3% مع إعلانها عن أرباح فصلية مرتفعة. على النقيض من ذلك انخفض سهم بريتش بتروليوم بنسبة 3%. بريتش بتروليوم سجلت انخفاضا بمقدار النصف تقريبا في أرباحها عن الربع الثالث كما قلصت خططها الاستثمارية بواقع مليار دولار إضافية في 2016، بينما شهدت شيل زيادة بواقع 18% في أرباحها وخفضت إنفاقها الاستثماري للعام المقبل إلى الحد الأدنى للتوقعات.